مشاريع يعني تعرف صعوبة في التطبيق؟ العمل في القدس هو يعني بمجمله يعرف صعوبة للظروف التي تعيشها مدينة القدس، الظروف الأمنية والظروف السياسية والظروف الصعبة. كل المشاريع تعرف صعوبة في تطبيقها وتعرف صعوبة في تنزيلها، ليس فقط من حيث التطبيق، وإنما يبدأ ذلك من حيث الاختيار. أنت حينما تكون تعمل في القدس عبر إمكانات محدودة، ونحن اليوم حينما نقول إمكانات محدودة، تمويل وكالة بيت مال القدس اليوم على صعيد التمويل الدول المغرب يمول وكالة بيت مال القدس بنسبة 100%، وعلى صعيد الأفراد والمؤسسات أكثر من 70%. هذه تبدأ هنا الصعوبة. الصعوبة أيضا تنطلق إلى اختيار المشاريع، إلى تتبع ما المشاريع التي تحتاج إلى دعم، والوكالة أسست لذلك مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم، ليكون المختبر التي تنتج منه المؤشرات، تنتج منه الاحتياجات الحقيقية، وتتبع مشاريع هذه المؤسسة الملكية الكبيرة. بالعكس أيضا إلى أن تتبع الأثر، تتبع الأثر هذه المشاريع على المقدسي. الصعوبة هي من الانطلاق إلى التنفيذ، ولذلك لا نكتفي في وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة بالدعم المالي، وإنما لتسهيل هذه الصعوبة وأن نعيش هذه الصعوبة متواجدون في مكتب القدس مع أهل القدس في الميدان لنعيش هذه الصعوبة مع أهل القدس.